طهران آخر من يعطينا دروسا في احترام حدود العراق. كان هذا رد فاتح يلدز السفير التركي على تصريحات نظيره الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي الذي كان قد دعا تركيا إلى مغادرة العراق واحترام أراضيه. يقول المراقبون إن الأمر بالنسبة لتركيا التي تقول إن مشكلتها ليست مع العراق وقضاء سنجار وإنما مع حزب العمال الكردستاني في شمالي البلاد كونه استغل الظروف الأمنية ليؤسس له في سنجار امتدادا جديدا داخل العمق العراقي ويربطه بجبال قنديل ليسهل حركته إلى سوريا، وترى تركيا هذا الامتداد تهديدا جديا لأمنها القومي. وبناء على ذلك لا تسعى الدولة التركية إلى انتهاك السيادة العراقية أو التدخل في شؤونه، وإنما الحفاظ على أمنها القومي فقط، وهي حريصة من أجل الحفاظ على أمنها على دعم العراق القوي بمعنى وجود حكومة اتحادية قادرة على فرض سيطرتها على كامل الأراضي العراقية وأن تضع حدا لتسلل حزب العمال إليها، وهي مع عراق قادر على التغلب على الانقسامات العرقية. أما بالنسبة لإيران فتواجدها في سنجار وتأثيرها ونفوذها في العراق بشكل عام يتناقض تماما مع المصالح والأولويات التركية فيه، فتواجدها في سنجار هو جزء من مشروعها التوسعي في المشرق العربي الذي انطلق من العراق مرورا بلبنان ووصولها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط عبر سوريا كما تتهم دائما. هدفت إيران عن طريق تطبيقاتها الاستراتيجية في العراق إلى تقديمه بوصفه نموذجا استرشاديا للمجتمعات في دول الجوار العراقي، فضلا عن تحويل العراق إلى قاعدة للوجود العسكري الإيراني وللانطلاق عن طريقه إلى مجمل ساحات الصراع العسكري في الخليج العربي والشرق الأوسط. وبهذا فإن إيران سعت إلى خلق حكومة موالية لها في بغداد وإعادة بناء وصياغة أنظمته المعرفية والتعليمية والقيمية دعما لتنامي هيمنتها ووجودها الدائم فيه. ولكن ذلك لا يمنع من انتقادات عراقية تنال التدخلات التركية بين فترة وأخرى في الشأن الداخلي بسبب قصف قرى مأهولة بالسكان وتهديد العراق مائيا أيضاً.